السلام عليكم. نحن في رواق الإدريسي محمد الفنان الراحل في معرض مشيق للفنان محمد بوزبع. كل العارف يعرف بأن محمد بوزبع هو من خريج مدرسة الفنون الجميلة، ودرس دراسته العليا بأكاديمية بروكسل وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في الرسم. اهلا بك الاخ بوزبع، باش هذه واحد التجربه كنكون مع بعض الفنانين. بغيت تعطينا تعرفنا بعدك اولا شكون انتينا باش نقدروا ندخلوا من نقش معك بعض الاعمال ديالك الشيقه في هذا المعرض اذا كان ممكن. بوزبع محمد، فنان تشكيلي، خريج كما قلت من مدرسة الفنون الجميلة، من بعد الأكاديمية الملكية ديال بروكسل، حاصل على الإجازة الفنية 83. فمن بعد اشتغالي كأستاذ التربية التشكيلية سنتين في إطار خدمة مدنية، 85 يعني قمت بتفرغ للفن التشكيلي. أخ محمد، الأعمال ديالك الفنية هي واحد الانطباع، عندها واحد الانطباع خاص، يعني ما كنشوفوهاش عند الفنانة المغاربة وفي الساحة التشكيلية المغربية، هو أنك أنت الفنان الوحيد اللي نصحو اللي صح القدر أن نقولوا كتهتم غبر الرسم. علاش هذا الاهتمام ديالك غبر الرسم وبهذه الطريقة ديال الرسم؟ اهتمامي بالرسم يعني طبعا التخصص اللي كان عندي في الأكاديمية هو كان يركز عن مادة الرسم. فعلا هناك تجاوب ما بين هذه المادة وما بين الشخصيتين. نعم، الطريقة هذه بالرسم أن أي لوحة يعني أي لوحة فالأساس ديالها هو الرسم. يعني إذا كان الإنسان كيتقن الرسم أنه كيتقن اللوحة، والإنسان اللي ما كيتقنش الرسم ما كيتقنش اللوحة. واش هذه هي اللي مثلا من بين فعلا بصراحة أنا ماشي هذا هو المنظور ديالي، وإنما كنقولوا أي عمل نعم خصو واحد الأساس ديالو ديال الرسم باش كيتبنى أي عمل، بناية يعني مدينة يعني ضروري كخص ديك القاعدة، وهذه القاعدة تكون على بنية يعني نقولوا قوية أساسية. بالنسبة للغة التشكيلية فهي مبنية عن الرسم أو عن الألوان. طبعا هنا اشتهاء بالاشكال اللي صحت يعني نقولوا تقنيه مختلطه. واش هذا ما كيدلش بانكم مثلا انك ان الواحد اللي كيشوف المعرض ديالك وخاصه هذا المعرض هذا انكم عندكم واحد التقنيه عاليه للرسم؟ واش هذا التخصص هذا واش خديتيه في المدرسه الوطنيه للفنون الجميله، او هذا الانطباع ديال الرسم ديالك يعني كانت اكتشفتيها مثلا في المعهد الاكاديمي؟ بصراحه يعني النتيجه هذا العمل كلها هي منطلقه من الاكاديميه ديال بروكسل. هذيك صراحه المدرسه ديال تطوان هي كانت بحال تاهيليه او لا يعني واحد تهيئ لا واحد نظره عامه للمواد، يعني من التصوير بالناح من عده مواد تشكيليه، ولكن في الاكاديميه الملكيه بروكسل كان هناك يعني دراسه معمقه كتنطلق من ماده. قلت لي منك كتناقشوا في القهوه انك انت من الناس المبدعين واللي كيعجبوا مثلا يخدموا على تكنيكس، واش تقدر تشرح مثلا لبعض الناس او لبعض اللي غادي يشاهدوا هذا الفيديو يعني التقنيه ديالك انت حيت كنشوفوا فيها الشماخ، كنشوفوا فيها مثلا الخاط، كنشوفوا مثلا غنقولوا بحال ديك القصبه اللي كنا كنخدموا فيها كيخدموا بها، يعني كاين واحد التقنيه يعني عاليه من الناحيه ديال الرسم الاكاديمي. يعني واش تقدر انا اقول يعني الابداع نعم الابداع ما كيتحصرش يعني في المواد التقنيه، بالعكس الابداع هو كيكون فيه بحث وكيكون فيه خيال. ف بحال كنقولوا عندك مواد اللي هي اوليه او مواد اصطناعيه، فالفنان كيحاول ما امكن يكتشف انواع ديال سواء في الصباغه او لا في الحبر او لا في عده مواد، يعني تقنيات يقدر يطور بها العمل ديالو، كيعطيها واحد البعد
اللي كتكون قوة أكثر تشكيلي باش كيشكل واحد، وأنك حتى كتغني اللغة التشكيلية. زعما غادي نعطيك واحد السؤال اللي هو شوية شخصي، يعني كيفاش أنتينا استطعتي أنك تقاوم، يعني لأنك أنتينا مثلا ملي كنهضروا على الفنون الجميلة أو كنهضروا على الأساتذة ديال الفنون الجميلة، أنت مخصص في ديك الحقبة ديال بوزيد الوزاني، يعني تقريبا هذه واحد أكثر من 30 سنة وأنتينا صامت في هذا التيار، يعني الحمام ما موظف، ما كنتي موظف، ما عندك ما وظيفة ولا هذه، ولكن استطعتي تفرض الاسم ديالك والوجود ديالك في الساحة التشكيلية. شكلني الأشياء اللي خلاتك قوي وصامت في هذا الميدان هذا. طبعا أهم شيء هو نقولوا ديك الطموح أو الصمود، يعني فطبعا الثقة في النفس وفي العمل. نعم. فهذا اختيار كان صعب في الحقيقة، أنك باش تختار أنك تعيش في الميدان الفني، يعني في احتراف محترف وصلت البلاد اللي هي الفن ربما ثانوي خاصة في المعيشة، خاصة يعني بأن مثلا احنا ما عندناش الدراسة الفنية في المدارس ديالنا اللي يقدر الإنسان يقدر مثلا يتوعى الفن. واش هاد النقطة هذه الأخ بوزوبع ما شكلت لك شي صعوبة مثلا من ناحية العرض في القاعات ديال المغرب؟ يعني واش فتحتي واش كنتي شي ترحيب؟ لان الصراحه انك فنان، يعني وفنان يعني اكثر من 30 سنه وانت كتمارس الفن، وعندك واحد الطريقه ديال الابداع ديالك اللي هي خاصه بك. يعني ملي كندخلوا للمعرض كنقولوا هذا 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 السي بوزوبع، هذا السي محمد. واش ما لقيتيش مثلا ابواب اللي تفتحات ولا من هذا الجانب هذا من جانب الاحتراف؟ هو في الحقيقه مفهوم الاحتراف او يعني في الميدان ديال التشكيلي هو صعب حسن لحد الآن غير واضح، كما سبق لي أن قلت أن أي فنان مغربي يعني كمحترف كتلقى عنده رجل في الوطن والرجل الاحتراف هو فيه قوة، لولا ديك القوة يعني في العمل وفي يعني في التجربة في المستوى ما يمكنش يكون استمرار ما يمكنش. مش نقول واحد الإرادة، واحد الإرادة واحد الرسالة خصو يأديها مهما كان الثمن ديالها، هذا تكوين. نعم. ممكن تكون مستوى عند الشخص. نعم. في اي ميادين. نعم. الانسان اذا كان مكون مزيان وعنده ديك الطموح وعندك القوه كنقول لك الاعمال ديال الفنان الاخ بوزوبع اللي كيبهرني بزاف وكيعطي مدى القوه ومدى الشجاعه ومدى التمكن ديال الفنان من الرسم. فهذا العمل هو يعني في الحقيقه غني عن الشرح ديالو، ولا من ناحيه ديال التعبير الادبيه، لكن انا اللي كيعجبني هو عاجبني من ناحيه ديال التشكيليه، من ناحيه ديال الشكل والخط والضال والضوء وداك الجراه ديال الفنان والقدره ديالو انه كيرسم لك واحد الحاجه هو متمكن منها. الاخ بوزوبع يعني كما كنشوفوا حنا غنقدروا نقولوا واحد المايسترو ديال الرسم. واش اسمح لي لقلت هذه العباره هذه، لان هذا العمل هذا كنشوفوه غير بعض الفنانه مثلا يعني ملي كنقولوا مايسترو يعني استاذ يعني ماشي مايسترو اللي كان. بصراحه انا عمره ما تبنى فيا الغرور زياد جميل فيا وما كنشكرش، والكلمه او هذا الحكم سبق تقال لي في الاسبان في غرناطه فنان كبير تقريبا في السبعينات، واشهد قال لي انك تفكرني او تذكرني في ليوناردو دافينشي. ليوناردو دافينشي حاليا في هذا الوقت ان القليل اللي عنده هاد البصمه ولا هاد تازع الخطر اللي يدير هذا الرسم في هذا المستوى هذا، لان ما تنساش لنا الوقت ديال الموضه يعني دابا حنا ولينا مثلا يعني كنسيروا الموضه وكنتبعوه. ولكن واحد القضيه هذا موضوع جبتيه مزيان، يعني واش ما كتشوفش انت مثلا داك المسيره ديال الموضه ان بعض الفنانين برموا بعض الاتفاقيات مع بعض الكاريات مع بعض لي غاليري، واش ما كتشوفش داك الفنانه مثلا غادي بقاو كيموتوا ما بقوش كيخدموا بالابداع ديالهم؟ الموضه شنو؟ كتخلق سنه سنتين كتمشي تجي موضه، ولكن فنان ملتزم حقيقي ما كيموتش ما كيخلقش. شوفوا التاريخ. نعم. التاريخ ملي كنهضروا على التاريخ كنشوفوا جياكوميتي، كنشوفوا فرانسيس بايكر، كنشوفوا ليوناردو دافينشي، بيكاسو، هذو كلهم متميزين. علاش؟ ماشي بالعمل الفني فقط، بالعكس بالشخصيه ديالو والقدره ديالو استمر في الطريقه ديالو ورغم الصعوبات. نعم. وصل واحد النقطه المهمه هو ديك الاستمراريه الالتزام او لا ديك الفنان اللي كيعكس ذاته في العمل في المجتمع ديالو. فملي كنقولوا هذه الاعمال واقعيه يعني
بالطبع. واش انت ما كتمثلش مثلا المدرسه، مدرسه واش ما كتمثلش بقايا او لم بقايا مدرسه الفنون الجميله؟ مدرسه الفنون الجميله وليس المعهد الفنون الجميله. نعم. هناك نعم. كاين اختلاف، لان نعم. اثناء المدرسه كان هنا تكوين اكاديمي مبني نعم. عن علم، مبني عن يعني فن، مبني عن الفنون، يعني عن الدراسه، يعني عن الموهبه. أيوة. كان مبني على الموهبه، ما كانش مبني على مثلا على واحد الدبلوم تجي تتعلم. حاليا اغلب ما يسيرون يعني كما باتجاهات اتجاهات المدرسه. احنا ما نهضروش على المسيرين ولا على المكلفين، احنا نهضروا على النتيجة. النتيجة هي اللي كتصعب، بحال اللي قلنا انها كتساير لا مود، ولا مود عنده واحد الفترة، لانه هو يمثل الكتالوج ديال السيد محمد. فماشي محمد، بغيت نطرح عليك واحد السؤال، علاش ما فكرتيش مثلا تكون عضو من اعضاء مثلا ديال عضو مثلا مدرس بيداغوجي في مدرسة الفنون الجميلة؟ كما قلت انا من البدايه ديالي كان عندي ديك الشغف او ديك الطموح ديال يعني نتفرغ للفن، يعني نكون كمحترف، يعني نتفرغ للفن. ولكن السنين التجارب فحاولت نكون مدرسه داخل المرصد ديالي. مدرستي هذه اجي سي محمد، هذه ماشي واحد الخطوه فريده من نوع ديالها، ان مدرسه ان تطوان اللي هي في طياتها فنون، يعني اساتذه الفنون وفنانين بزاف، حتى واحد ما فكر مثلا يطور هذه النقطه هذه او هذه المدرسه هذه. هذه فريده وتجربه يعني شخصيه وشويه غريبه لان جل الفنانين ما كيقدروش يحلوا المرصد ديالهم ولو الزوار. وخصوصا نقدروا علاش نقدروا نعرفوا الاسباب؟ الاسباب ربما كاين اللي كياخذ بان غادي ياخذوا له تقنيه، كاين اللي كيتعامل بديك الطريقه ديال سر المهنه، كاين اللي يمكن ما نقولوا بالعربيه الدارجه ما فيدوش، يعني ما عندوش تكوين وما عندوش تكوين. طبعا شويه من الغيره، شويه من الحسد، ممكن هذا السيد غادي او هذا غادي نكونوا غادي نعلموا انه يصبح نعم. فالاشياء هي اولا بالنسبه لي اخلاقيه اكثر ما هي يعني ما هي ماديه. ايوا فانا اتجاوز هذه الافكار والتصرفات، بالعكس انني فخور انني حليت المرسم هذه تقريبا واحد 6 سنوات. نعم. وكانت تجربه ديالك تجربه جد مهمه. نعم. خصوصا كتبدا من الاطفال، تقريبا بديت من الاطفال اللي عندهم 4 سنين حتى الناس اللي عندهم 5 سنين او يعني 50 سنة أو 60. المهم ناس سميتو مرسم مفتوح. مرسم مفتوح، نعم. فكما كنقول لكم فالاخ بوزبع هو يعني عنده المرسم ديالو، وكما كنقولوا فبان يعني هذا المرسم هو المرسم الوحيد اللي كاين في الساحه التشكيليه في مدينه تطوان. فكيعلم في هذا المرسم جميع الاجيال بمختلف الاعمار ديالها، وواحد الانسان ما كيبخلش بالتقنيه ديالو لا بالمهاره ديالو اللي كسب على 30 سنه، يعني كيحاول ان داك الشيء اللي يعرفه هو يعرفوا للناس اللي غادي يجيو، وربما الناس اللي غادي يجيو مروه غادي يعرفوا الناس اللي غادي يعرفوا عليه. وانا كنظن هذه هي الرساله النبيله ديال الفن، ان اي فنان اذا عرف شي حاجه خصو يقدمها ويعطيها باش الناس اللي موراه عاود حتى هما يشقوا المثمر ديالو، وربما يتاثروا بالطريقه اللي كيخدم بها سي محمد بوزبع، حتى يصبحوا في يوم من الايام مثلا كيمثلوا يمكن مدرسه سي بوزبع، او كيصبحوا كيمثلوا التلاميذ ديالو. وغادي نخلي لكم الكلمه الاخيره ديالي اللي محمد بوزبع اللي هو صديقي وفنان يعني معروف عندنا احنا في تطوان وربما حتى في الشام وحتى في المغرب كله، باش يعطي لنا واحد الكلمه الاخيره ديالو قبل ما نمشيو. الكلمة هو أن الشكر لكم ولطبعا جميع عشاق الفن التشكيلي، ونتمنى يعني المزيد والازدهار في هذه البلاد والاهتمام أكثر، وتعطى لأي واحد لكل واحد تعطى له الفرصة حق. ولقينا واحد القضيه سي محمد، يعني ما شكرناش السي رشيد محجور على هذا المجهود اللي كيبذل به وعلى هذه العنايه اللي عطاها خاصه للفن. فمنذ انه تولى يعني قاعه محمد الادريسي ما فاتئ ان اعطانا وجوه جديده. غادي نقول كلمه صريحه، نعم. كل رجل يعني كيعمل اي عمل ديالو باجتهاد وباخلاص وبجداره كيلقى صعوبه، نعم نعم كيلقى صعوبه،
ولكن هذا وهذه هي القوة ديال هذا الأنواع ديال الأشخاص اللي كيكون عندهم واحد طموح قوي وكيعيشوا ديك التحدي أنهم يوصلوا للهدف وللغاية اللي كاين المنشودة. إذا كنترككم على هذا الجبهة، يعني كما قلت لكم هو فنان تشكيلي مغربي محض، يعني درس الفنون في مدرسة في المدرسة الوطنية وفي المدرسة العليا، وله تقنية عالية من الرسم وتقنية يعني تختلف كثيرا على التقنيات. أتمنى أن يرقى ترحيبه في القاعات المغربية، ولماذا ألا نراه في العام القادم إن شاء الله في الفاير آر مراكش، لأن هذا الفنان هذا كيستحق يشاركنا في هذا المعلمة الفنية. فأنا هذا نداء كنفتحوا للريسبونسابل ديال فاير آر مراكش بوكي زنبيت نوتر شيغ أميغتيست محمد بوزوبان.